ناقشت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام في مديرية تيبين محافظة عمران مع المراكز التنظيمية واللجنة التربوية والشباب والشخصيات الاجتماعية آلية تطوير العمل التنظيمي والاستعداد للمشاركة في مهرجان السبعين. فعاليات تنظيمية متواصلة للمؤتمر الشعبي العام في محافظة عمران، وزخم جماهيري كبير وحماس شعبي غير مسبوق لإحياء مناسبة عظيمة لتأسيس حزب وطني احتوى جميع مكونات العمل السياسي في البلد، حيث عقد فرع المؤتمر بمديرية ذيبين اجتماعا تنظيميا كرس لمناقشة العمل التنظيمي والاستعدادات الجارية للمشاركة في مهرجان السبعين. مديرية الأبطاء بكل يعني يشهد لها اليمن كامل وليس محافظة عمران بوفائهم، ودائما بجانب الحق وبجانب التنمية وبجانب الوفاء، كما أنجبت هذا البطل الشيخ مجاهد أبو شوارب، الشيخ الذي بصماته على مستوى العالم العربي. نحث الجميع على الحشد ليوم 24 إلى 70 من جميع المراكز والقرى المديرية. إلى يوم 24 لا يدخلوا ميدان السبعين الناس جميعا في التنظيم وغيره من عقال وأفراد وأعيان القبيلة والناحية بشكل عام. بميلاد المؤتمر الشعبي العام نشأت الديمقراطية وتأسس عهد جديد عنوانه الحرية والعدالة والمساواة والشراكة والتنمية وتطبيق مبدأ سيادة القانون، وبمرجعية فكرية أجمعت عليها كل القوى الوطنية تمثلت في الميثاق الوطني. بعد تأسيسه تأسست الديمقراطية وتأسست البناء والتنمية، تأسست الطرقات، انجزت الجامعات، المدارس والمستشفيات. هو الحزب الذي تحققت في عهد حكمه الوحدة الوطنية، ومعنيين بالحشد الجماهيري للمشاركة الفاعلة في إحياء هذه المناسبة العظيمة، وهي إحياء ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام 35 عاما، كما هي رسالة للخارج إن المؤتمر الشعبي العام حزب الشعب والوطن ويرفض أي تدخلات ووصايا خارجية، وأنهم مستعدين حتى لو مشوا على الأقدام مهما حاصرنا عدو. لازم أن احنا نوصل إلى مدينة السبعين، نرسل رسالة قوية للعدو. اللقاءات المتواصلة لقيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام للحشد والمشاركة الجماهيرية في ذكرى التأسيس 35 لها أهمية كبيرة وتحمل دلالة عظيمة في ظل ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان غاشم وحصار جائر، تثبت أن المؤتمر ثابت ثبات الجبال الرواسي في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته. محمد الموهبي، اليمن اليوم، محافظة عمران. What?